إذا أنت كنت مقاطع المشروبات الغازية وبدك تشرب مشروب غازي، هاي أفضل بدائل محلية وعربية ممكن تشربها. خلينا نتعرف على المشروبات المعنى. أول مشروب معنا اللي هو صناعة أردنية محلية اللي هو ماتريكس، وفي منه عدة نكهات. أول نكهة معنا اللي هي نكهة الكول، وثاني نكهة معنا اللي هي نكهة الأورنج، وثالث نكهة هي نكهة السفن أو الحمضيات، بس للأسف ما لقيتها. أما بالنسبة للنوع الثاني هو مشروب سعودي اسمه كنزة، والنكهات الموجود منه أول إشي نكهة الكولا، وثاني نكهة اللي هي نكهة الحمضيات، وثالث نكهة اللي هي نكهة الليمون، ورابع نكهة اللي هي نكهة البرتقال. خلينا نجربهم كلهم ونقيمهم حسب الطعم والغازات والسكر اللي فيه. رح يكون معيار التقييم من 1 لـ10. بالأول رح نجرب ماتريكس نوع الكولا. بسم الله. Oh my God. بالنسبة لماتريكس بعطيه 8.5/10. خلينا نجرب هسا نكهة الأورنج. بسم الله الرحمن الرحيم. نكهة الأورنج بعطيها تقييم 6.5/10. والآن ننتقل لتقييم مشروب كنزة نكهة الكولا. بسم الله. كنزة كولا بتاخد تقييم 7.5/10. هسا مع الحمضيات. بسم الله. الحمضيات بتاخد 4.5/10. وهسا نكهة الليمون. بسم الله. الليمون بتاخد 7.5/10. واخر نكهة معنا اللي هي نكهة البرتقال. بسم الله. كنزة برتقال بتاخد 8/10. ماتريكس فيه كمية غازات اكتر، بس السكر فيه اعلى شوي، بس طعمه اقرب اشي للبيبسي والكولا. اما كنزة كمية الغازات اللي فيه قليلة، بس بالنسبة لكمية السكر معتدلة. واكتر مشروب عجبني بين الشركتين، اول اشي الكولا تبعت ماتريكس، وثاني اشي نكهة البرتقال من شركة كنزة. عشان هيك